بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. هنتكلم عن الأهلي أكيد، يعني مقدمة النهاردة على النادي الأهلي. هتكلم في حاجات الواحد حس بيها بعد ما شفت الاحتفالات وشفت فرحة المصريين وفرحة الأهلوية وشفت الفيديوهات اللي في المغرب، يعني بعد ما رجعت البيت بعد ما خلصنا الحلقة وأكيد فرحنا بعد فوز الأهلي بالبطولة، لكن لما الواحد رجع البيت وشاف الفرحة الكبيرة للعيبه وللجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب والبعثه الاعلاميه اللي كانوا مرافقين للنادي الاهلي والجمهور اللي مش هقول قليل اللي كان في النادي مع النادي الاهلي في المغرب، المصريين يعني او الاهلاويه اللي كانوا في الملعب اللي هم حوالي 2000 واحد او 1500 مشجع. الواحد بصراحه يعني بيشعر بالفخر. النادي الاهلي، ومش بقول الكلام ده مجامله، والله ما بقول الكلام ده مجامله ولا عشان الاهلي خد البطوله ولا عشان الناس تقول كريم وترند وكريم بيتكلم كويس عن النادي الاهلي، مش كده خالص والله. بس فعلا الواحد لما بيقعد كده وبعد ما روحت البيت، انا امبارح طلعت بعد المباراه على طول، فروحت البيت قعدت اتفرج على القنوات وشفت قناه الاهلي وشفت قناه اون تايم سبورتس، وكنا احنا جبنا هنا بعض الفيديوهات بعد المباراه. بس طبعا احنا طلعنا بعد المباراه مباشره، فطبعا عقبال ما الفيديوهات بقى طلعت والحاجات دي، فقعدت اتفرج. سهرت امبارح مثلا لغايه الساعه 5 الفجر 6 الصبح بتفرج بقى، بشوف فرحه اللعيبه وعلى الانترنت والفيديوهات والاحضان والفرحه الكبيره جدا وفرحه المصريين هنا في القاهره وفي محافظات مصر والمصريين والاهلاويه في كل انحاء العالم. فعلا النادي الاهلي يعني مصدر فرحه لمصر بصراحه، يعني في الكوره الفتره الاخيره النادي الاهلي بيخليك تشعر بالفخر، واللي انت عندك فرقه بحجم النادي الاهلي بتفرح المصريين. يعني دايما انتوا عارفين الكوره هنا في مصر، يعني الكوره هي اكتر رياضه المصريين بيحبوها او بيحبوها يعني. فالكوره ليها مفعول السحر على الشعب المصري. فلما بنشوف الاهلي، قبل كده كنا بنشوف منتخب مصر في الفترات اللي بقى العصور الزاهيه بتاعه المنتخب في 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحاته، وقبل كده مع كابتن محمود الجوهري في سنه كاس العالم 90 وبوركينا فاسو بطوله افريقيا 98، دي كانت الفترات الحلوه في الكوره. الزمالك قبل كده طبعا كان ليه بطولات كبيره جدا وبطولات افريقيا، لكن الاهلي في الفتره الاخيره اخر 5 سنين على وجه التحديد يعني ورا بعض كده، فالاهلي بيشعر بالفخر. الانجاز اللي اتحقق ده يا جماعه ما بيجيش من فراغ، ما بيجيش من فراغ. ربنا ما بيديش حد النجاح ده والمكسب الحلو ده من فراغ كده، لا، في ناس بتشتغل، كل واحد عارف شغله، كل واحد عارف حجم مسؤولياته. اللعيب لعيب بيجتهد وبيموت نفسه وبيقاتل عشان يحجز مكان في التشكيل ويلعب. الجهاز الفني عارف شغله، مدير الكرة عارف شغله، الجهاز الطبي عارف شغله، الجهاز الإداري عارف شغله، مجلس الإدارة عارف شغله. امبارح شفت لقطة ما تتعملش غير في النادي الأهلي بصراحة، يعني أثناء تسليم النادي الأهلي، مراسم التسليم على الستيج، بيعملوا مسرح كده أو ستيج عشان بيستلموا فيه الكاس والميداليات والكلام ده، مين اللي بيسلم، مين اللي واقف يعني يعني ممثل للنادي الأهلي على الستيج؟ فوجئت لقيته حسام غالي، مش كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام غالي. ليه؟ ان كابتن حسام غالي هو رئيس البعثه، فكابتن محمود الخطيب قال رئيس البعثه هو اللي يطلع يعني يسلم يمثل النادي الاهلي على الاستيج. اهو استاذ جمال علام يعني كرئيس اتحاد الكره المصري، والسعيد الناصري رئيس نادي الوداد، فوزي اللقشع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي، وحسام غالي اهو اللي واقف جنب استاذ جمال علام واستاذ سعيد ناصري رئيس الوداد اللي واقف في النص. حسام غالي كابتن محمود الخطيب النجم الكبير اللي رئيس النادي. بصوا يا جماعه اللي باصص لايه، لا ده حسام غالي هو اللي يطلع، كان يعني تلاقي حد تاني مع احترامي يعني تلاقي بيجري عشان يطلع فوق على الاستيج عشان يتصور ويسلم، لا، نادي الاهلي لا، كابتن حسام غالي رئيس البعثه، كابتن محمود الخطيب
ما ظهرش خالص في ظهر بقى، راح احتفل مع اللعيبه، راح احتفل مع الجماهير في الملعب. ده حاجه تحترم، في نظام، في نظام، في سيستم، كل واحد عارف شغله، كل واحد عارف مسؤولياته، كل واحد بيجتهد عشان يعمل احسن حاجه في حتته، انه لو ما عملش احسن حاجه في حتته مش هيكون موجود، عشان ده النادي الاهلي. ففعلا النادي الاهلي مش من فراغ، النجاحات اللي بتحصل دي زي ما قلنا الفترة اللي فاتت، ان انت 4 سنين بتوصل نهائي افريقيا، و4 سنين بتلعب كاس عالم اندية، وبتحقق مركز ثالث، وبتلعب بايرن ميونخ، وبتلعب ريال مدريد، وبتكسب بطل امريكا الشمالية، وبتكسب مش عارف اوكلاند سيتي بطل الاوكيانوس، الاهلي كسب ساو باولو اعتقد البرازيل او بالميراس البرازيلي وخد ثالث، يعني تكسب بطل امريكا الجنوبية في البطولات اللي فاتت، مش البطولة دي، البطولات اللي قبل كده. فده يا جماعه مش من فراغ، الاهلي فريق عالمي، فريق عالمي. خلاص الارقام هي اللي بتتكلم، مش احنا اللي بنتكلم، الارقام هي اللي بتتكلم. والاهلي بيجبرنا كل مره ان احنا نتكلم عليه كويس، ونتكلم عليه بسعاده، رغم انا مش اهلاوي، يعني انا زملكاوي، لكن لما بنطلع نتكلم بنقول حق، شايفين صوره قدامنا، شايفين انجازات قدامنا، شايفين نجاحات. واحنا قلنا دايما يعني اي فريق بيمثل مصر احنا وراه، بيمثل مصر خارج مصر في الدوري طبعا احنا محايدين، وكل واحد ليه ميوله. يعني انا ليا، انا زملكاوي بس بره الهوا، انا على الهوا محايد، بره الهوا بقعد اتنطط واشجع الزمالك، وانا حر بره الهوا. لكن الاهلي بيجبرنا اللي احنا نحترمه، اللي احنا نشوف ازاي الاهلي بينجح. فبقعد اخش انا في التفاصيل، بشوف لقطات كتيره جدا. عايز اقول لكم حاجه، الروح الحلوه اللي ما بين اللعيبه، اللعيبه بتحب بعضها، اللعيبه في النادي الاهلي بتحب بعضها. هتقول يا كريم انت يعني مزودها شويه، بيبقى في كل فرقه فيها مشاكل وبيحصل خلافات، وممكن لعيب يتخانق مع لعيب، زي ما احنا الاخ واخوه بيتخانقوا في البيت، زي الابن ما بيتخانق مع الاب ساعات وبيشدوا مع عادي. لكن اللعيبه اللقطات اللي انا شفتها امبارح، واللعيبه بترقص واللعيبه فرحانه، محمد الشناوي بيدي الميداليه لمصطفى شوبير اللي اجتهد في المباراه الاولى، ويسعد جماهيره، ويسعد جماهيره. اي بيت او اي مؤسسه او اي شركه او اي عمل جماعي بيبقى فيه خلافات وفي مشاكل، مفيش حاجه بتبقى يعني، بس النادي الاهلي دايما كده، الناس كلها مترابطه، الناس كلها بتحب بعض، الناس كلها عايزه تنجح، كل واحد عايز يؤدي اقصى حاجه عنده عشان يكون متواجد في النادي الاهلي. والنادي الاهلي ما بيرضاش غير باقصى حاجه يعملها اي فرد داخل منظومه النادي الاهلي. فانا بقول الكلام ده بصراحه، ان الواحد كل ما بيتفرج وبيشوف بيلاقي، لا مع احترامي لكل الانديه، لكل الانديه في مصر وكل المؤسسات الرياضيه، الاهلي في حته تانيه، الاهلي في حته تانيه. لازم نعترف ونقول، حتى لو انا مش اهلاوي، بس لازم نعترف ونقول ان الاهلي في حته تانيه، في نظام، في كذا، في كذا، في كذا، في روح، في حب، في جهد، في تركيز، في قتال. شفنا امثله كتيره جدا جدا جدا، كانوا اسماء كبيره جدا، نجوم كبيره جدا، بس بيغلط بيتعاقب. فانا عاجبني اللي بيحصل. فلما بقول لكم، لما روحت امبارح وقعدت اتفرج، والنهارده قعدت اتفرج على الفيديوهات على الموبايل، على اللي كان الحاجات اللي بتحصل في الماتش، والجماهير والمجلس اداره الاهلي واللعيبه والفرحه وكده، لا لقيت ان برضو ساعه الحدث نفسه الواحد ما بقاش حاسس بالانجاز، لكن لما بيشوف فرحه الناس وردود الافعال بتلاقي يعني ساعات الواحد يقول لك ياه ده الاهلاويه يعني انا مش اهلاوي بس يعني مبسوط باللي حصل للنادي الاهلي. بس شوفوا بقى احساس الاهلاويه اللي هو اللي بيشجع النادي الاهلي واللي بيحب النادي الاهلي واللي دايما عايز الاهلي يكسب. فالاهلي فخر لجماهيره، الاهلي فخر لجماهيره، ان الجمهور الاهلي ما شاء الله يعني مش بحسدهم، عايشين سعداء على طول، على طول انجازاته، على طول ابطاله. يعني دلوقتي الاهلي بيتقارن بريال مدريد. يعني ايه بيتقارن؟ يعني الاهلي عايز يحصل ريال مدريد في عدد البطولات القاريه، صح يا جماعه؟ يعني قولوا لي بس ريال مدريد كام بطوله والاهلي مش عارف. الاهلي 25 بطوله قاريه، بتكلم على سوبر افريقي، بطولات افريقيا، حاجات دي. وريال مدريد 29 بطوله، يعني ناقص 4 بطولات والاهلي يحصل ريال مدريد في عدد البطولات، اللي هو اكثر نادي او اكثر نادي في العالم حقق بطولات.
ريال مدريد 29 بطوله، الاهلي دلوقتي 25 بطوله، والاهلي كمان عنده، مش بتكلم على الدوري والكاس والبطولات المحليه، بتكلم على البطولات القاريه. الاهلي عنده 25 لقب قاري، ريال مدريد عنده 25 لقب قاري اوروبي يعني، او كاس عالم انديه او كذا. ريال مدريد 29 والاهلي 25، يعني فرق اربع القاب لصالح ريال مدريد. طبعا فوز الاهلي بالبطوله امبارح هيديله الفرصه ان هو يلعب السوبر الافريقي، السوبر الافريقي اللي هو هيكون مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري اللي هو بطل الكونفدراليه، وخلاص تم تحديد المباراه ان شاء الله هتكون في استاد القاهره على ملعب بطل دوري الابطال، بطل دوري الابطال الاهلي وبطل الكونفدراليه اتحاد العاصمه الجزائري. المباراه هتتلعب احد ايام 11 او 12 او 13 اغسطس القادم في استاد القاهره، ودي فرصه برضو النادي الاهلي يحقق لقب جديد وبطوله جديده يعني تخش في دولاب النادي الاهلي، بالاضافه طبعا الى المكاسب الكبيره جدا. يعني اسم النادي الاهلي على مستوى العالم، امبارح شفنا مانشستر سيتي بيهاني النادي الاهلي وبيقول ان احنا نقابلكم بقى في الرياض في كاس العالم للانديه في شهر 12 اللي جاي، استون فيلا بيهاني الاهلي، مش عارف بايرن ميونخ النهارده بيهاني النادي الاهلي، الاتحاد جده السعودي بيهاني النادي الاهلي، كل الناس بتهاني النادي الاهلي. فالاهلي بقى براند عالمي، مش مجرد نادي مصري، لا بقى العالم كله باصص للنادي الاهلي. كل سنه النادي الاهلي موجود في كاس العالم للانديه، الاهلي مره بيلعب بايرن ميونخ، الاهلي مره بيلعب بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، بيلعب ساو باولو، بيلعب بايرن ميونخ، بيلعب ريال مدريد البطوله اللي فاتت، بيلعب الفرق اللي هي ابطال امريكا الشماليه، بيلعب ابطال القارات. فخلاص الاهلي بقى براند عالمي، كل الناس عارفه النادي الاهلي، كل الناس حاسه ببطولات النادي الاهلي، مش على مستوى مصر لا على مستوى العالم، بالاضافه الى المكاسب الماديه. فانا اللي عايز اطلع من المقدمه دي اطلع بيه ثلاث جمل: الحب، الروح، التخصص اللي موجود داخل النادي الاهلي، كل واحد عارف مسؤولياته وعارف دوره، ما بيتعدهوش، ما بيخرجش عن الدور. وزي ما قلت لكم عجبتني جدا الحركه بتاعت كابتن محمود الخطيب امبارح ان هو يخلي حسام غالي اللي يعتبر الشاب الصغير بقى في المجلس الاداره بالنسبه بقى طبعا لكابتن محمود وبقيه اعضاء مجلس الاداره، ان هو يطلع ويمثل النادي الاهلي ويسلم النادي الاهلي كاس دوري ابطال افريقيا. فحاجه جميله يعني، في حتى انكار ذات في مجلس الاداره وكرئيس للنادي. فبارك للنادي الاهلي ويستحق النادي الاهلي امبارح، رغم ان انا كنت متضايق من الشوط الاول ككوره بقى، ما كنتش عاجبني طريقه النادي الاهلي في الشوط الاول. لما النادي الاهلي رجع لطريقته في الشوط الثاني ولعب كوره واستحوذ وبدا يهاجم وبقى في كثافه عدديه، اتمنى ان احنا نتعلم الروح الرياضيه كلنا يعني، الاغلبيه طبعا عندنا روح رياضيه واشقائنا في المغرب واشقائنا في الدول العربيه لما بنلعبهم، لكن اتمنى نتفرج على اوروبا كده، نشوف كده لما شفنا ماتش مانشستر سيتي وانتر ميلان، الماتش خلص اللعيبه بتسقف لبعض، لعيب جمهور انتر ميلان بيحيي انتر ميلان، جمهور مانشستر سيتي بيحيي فرقته فرحان، الجمهور التاني زعلان، لكن مفيش اي حاجه خارجه، حتى بيحيوا لاعبته. فبحيي المسؤولين في المغرب امبارح بعد المباراه، يعني كان في روح رياضيه عاليه جدا. طبعا هم زعلانين ودي حقهم يزعلوا، لكن بنحييهم على الروح الرياضيه والاحترام الشديد في الرياضه. وبحيي جمهور الوداد العظيم، جمهور كبير وجمهور محترم، وطبعا كان حابب ان فرقته تكسب وساند فرقته وشجع بقوه يعني كان منظر حلو امبارح جدا. وبحيي جمهور الاهلي اللي كان موجود في الملعب رغم قلته او عدده القليل، لكن كان ليه تاثير كبير جدا جدا مع النادي الاهلي امبارح. فالدنيا حلوه يعني، النهارده الدنيا حلوه في مصر بعد الفوز والناس فرحانه، ويمكن زي ما قلت لكم الوطن العربي كله هتلاقي الناس فرحانه جدا بفوز النادي الاهلي. كولر ادى للعيبه الاهلي اجازه اسبوع، اللي بالكم الاهلي هيبدا ماتشاته في الدوري يوم 22 مع حرس الحدود، وبعدين عنده يوم 25 ماتش في كاس مصر، كانت مباراه مؤجله كانت المفروض مع فريق منتخب السويس، فالاهلي هيلعب يوم 25 مع منتخب السويس في كاس مصر، وبعدين يوم 29 مع البنك الاهلي، نادي البنك الاهلي هتبقى تاني لقاءاته في بطوله الدوري بعد ما يتم استئناف الدوري. فكولر ادى اللعيبه اجازه اسبوع زي ما عرفت، هيبداوا يتجمعوا تاني يوم 18 ويستعدوا بقى ليه، هيبقى التركيز في النادي الاهلي خلاص صفحه افريقيا انتهت، هيبقى التركيز في الماتشات المتبقيه في الدوري، الاهلي ناقص له 10 ماتشات في الدوري، الاهلي لعب 24 ماتش
انتوا عارفين الدوري 34 يعني اسبوع، فهيبقى عنده 10 ماتشات. الاهلي زي ما قلت لكم عنده حرس الحدود يوم 22، وبعدين يوم 25 منتخب السويس في كاس مصر، يوم 29/6 البنك الاهلي، يوم 2/7 كل 3 ايام الاهلي هيبقى عنده ماتش، يوم 2/7 هيلاعب فيوتشر، يوم 5/7 هيلاعب الاسماعيلي. دي الماتشات اللي تم الاعلان عن موعدها. كولر نفسه بقى سافر سويسرا يقضي كده 5 ايام مع اسرته احتفالا بقى الفوز بالبطوله، وبعد كده هيعود الى القاهره. واللعيبه كتير سافرت، بيرسي تاو راح جنوب افريقيا، واللعيبه كتيره يعني سافرت، عشان طبعا في لعيبه بقى اللي استنت في المغرب عشان تنضم للمنتخب. والنهارده حتى اتفرجنا على يعني لو معاكم يا جماعه الفيديو انضمام لعيبه النادي الاهلي لمنتخب مصر في المغرب. خلي بالكم منتخب مصر في المطار هنا في مصر قابل الاهلي واستقبلهم، يعني شفت اللقطات محمد صلاح وتريزيجيه ولاعيبه المنتخب قبل ما تسافر قابلوا النادي الاهلي في المطار وهاني النادي الاهلي بالبطوله رقم 11. وكتب على صفحته بقى على التويتر او حسابه الاكونت بتاعه على تويتر حساب موسيماني: تهانينا للنسور الحمر والجيش الاحمر لسنوات عديده، كنت تعرف كيف تفوز بهذه الكاس. دي يعني موسيماني بيهني النادي الاهلي. صحيفه المنتخب المغربيه قالت ان مباراه الاهلي والوداد حققت عائد مالي قياسي، يعني تذاكر المباراه والجماهير اللي حضرت عملت عائد كبير جدا، عائد مالي يعني كبير جدا لنادي الوداد، وصل حوالي 401 مليون سنتيم، يعني دي العمله بتاعت اعتقد المغرب، مش عارف بقى لو حولناها بالجنيه المصري 401 مليون دول يبقوا كام، لكن بيقول لك صحيفه المنتخب المغربيه قالت ان ده رقم قياسي وعائد مالي قياسي رجع طبعا لنادي الوداد، او نادي الوداد كسبه من الحضور الجماهيري طبعا في نهائي بطوله افريقيا. سفين فاندن بروك مدرب الوداد قال انا مش هتقدم باستقالتي من تدريب الوداد، ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الاخيره. قال ان فرقته بدنيا يعني محتاجه تتحسن شويه، انه يعني بدنيا قالوا كتير في الدقائق الاخيره، وقال انا مش هتقدم باستقالتي، انا مكمل مع نادي الوداد. طبعا كان بعثه المنتخب موجود معاهم الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، وكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وسافروا مع منتخب من هنا واستقبلوا لعيبه الاهلي هناك. يعني كله بقى تهاني طبعا وفرحه، وانا بقول في النهايه مبروك للنادي الاهلي على الانتصار الرائع، والاهلي هو ملك افريقيا ب 11 بطوله افريقيه، وان شاء الله كمان النادي الاهلي يقدر يقوي نفسه خلال الفتره القادمه، عشان عايزين الاهلي بقى يوصل نهائي كاس عالم انديه. نفسي الاهلي يوصل نهائي كاس عالم انديه، ولسه في السوبر الافريقي ان شاء الله، وفي بطوله الدوري السوبر الافريقي كمان غير مباراه السوبر الافريقي، في دوري السوبر الافريقي او كاس السوبر هنسميه دوري السوبر او بطوله السوبر الافريقي اللي هتتعمل ما بين 8 فرق في افريقيا، اعتقد هتبدا يعني في شهر 9 و10 اللي جايين، والنادي الاهلي هيلعب بقى السوبر مباراه السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه زي ما قلت لكم في احد ايام 11 او 12 او 13 اغسطس القادم. عملوا احصائيه للنادي الاهلي، لقوا ان النادي الاهلي في تاريخه بقى في بطولات افريقيا وصل ل9 ماتشات نهائي دوري ابطال افريقيا، لعب 29 مباراه في النهائي بس، في ماتشات النهائي لعب 29 مباراه في نهائي دوري ابطال افريقيا على مر التاريخ، يعني فاز في 12 وتعادل في 12 وخسر 5. الاهلي في نهائيات دوري ابطال افريقيا حقق 38 هدف، سجل 38 هدف ودخل مرماه 23 هدف، حصد 11 بطوله وخسر 5 بطولات، يعني الاهلي وصل ل 16 نهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، كسب 11 وخسر 5. الاهلي فوزه بالبطوله بيديله 4 مليون دولار، وهي قيمه جائزه بطل دوري ابطال افريقيا 4 مليون دولار. الف 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 مبروك للنادي الاهلي. شوف التقرير ده عن النادي الاهلي، وبعدين نطلع فاصل ونرجع بقى نكمل حلقتنا النهارده، بس كان لازم نقول الكلام ده على النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا يستحق الكلام اللي احنا قلناه ده، واكتر كمان بالانجازات اللي هو بيعملها للكره المصريه، وكفايه كمان فرحه الشعب المصري بانجازات
النادي الاهلي اللي بيحققها في الفتره الحاليه. النهارده خلي بالكم كمان هيكون ان شاء الله الساعه 12 معانا الاستاذ احمد القصاص، عشان الحلقه بتاعت النهارده بقى انتوا عارفين دايما كل يوم اتنين بتبقى دوري الممتاز به، ان احنا خلاص وصلنا للمرحله الاخيره، الاسبوع الاخير هيتلعب لدوري الممتاز به ان شاء الله اربع خميس جمعه. طبعا شفنا صعود نادي زد اللي باركنا له طبعا على الصعود للدوري الممتاز ومن المجموعه الثانيه، بس لسه بقى مجموعه الصعيد المواجهه ما بين او المنافسه بقى على اخر اسبوع ما بين الجونه ولافينا، مين اللي هيكسب؟ الجونه متقدم بنقطه، والمجموعه الثالثه مجموعه اسكندريه وبحري اللي فيه ثلاث فرق دلوقتي بيتنافسوا على الصعود للدوري الممتاز، بلديه المحله طنطا وتكيرنس، وطنطا هتلاعب المنصوره والبلديه هتلاعب تكيرنس. هنعرف كل التفاصيل النهارده مع الاستاذ احمد القصاص ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا. دلوقتي هنروح نشوف تقرير عن النادي الاهلي وبعدين نرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كله. بنستعد ان شاء الله للتصفيات الافريقيه اللي هي ان شاء الله القرعه بتاعه المنتخب الاول هتبقى موجوده ان شاء الله في الاتحاد الافريقي في نهايه شهر 6، استعداد تصفيات افريقيا اللي هي بطوله الامم ان شاء الله المغرب شهر 5 2024. عندنا توقف دولي ان شاء الله في شهر 7، منتظرين القرعه. احنا حاولنا خلال السنه ونص اللي فاتت ان احنا نشتغل عشان نرفع التصنيف بتاعنا، كنا بعيد خالص عن التصنيف الدولي، كنا بره التصنيف الحقيقه، ما احنا كناش موجودين اصلا، لان قعدنا من 2016 لغايه 2021 ما بنشاركش في اي لقاءات، فطلعنا بره التصنيف للاسف يعني. جه المهندس احمد مجاهد وبعدين الاستاذ جمال علام بداوا، الدكتوره دينا الحقيقه بداوا يسعوا في ان هم يزقوا عجله كره القدم النسائيه شويه. الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي ترتيبنا 88 على العالم. منتخب مصر من وانا صغيره، من وانا عندي 14 سنه، دي حاجة مهمة قوي بالنسبة لي، يعني من ساعة ما دخلت أكاديمية في وادي دجلة كان كابتن محمد كمال برضو المدير الفني لمنتخب مصر هو المدير أكاديمية أرسنال. أنا حلمي إن أنا دخلت الأكاديمية، عايزة أصعد ناشئين دجلة، عايزة أروح فيرست تيم، عايزة ألعب منتخب مصر. فأنا مبسوطة إن دلوقتي إحنا بنحاول إن إحنا ندي أمل لكل البنات الأجيال اللي بادئة في كل المحافظات مش في القاهرة بس، إن في منتخب مصر وفي بنات بتحترف وإن يكملوا، يعني بجد في كورة نسائية وفي اهتمام، ولو شفنا دلوقتي في عدد كبير قوي من الأكاديميز فتح عن الأول. يعني عندنا محترفين كتير في أوروبا وفي أسبانيا، فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا، إن الفترة اللي فاتت كنا متوقفين والفترة دي بقالنا فترة يعني بدأنا، بس بادئين مركزين جدا. لعبنا ماتشين مع لبنان والحمد لله قدرنا نفوز عليهم، وبقالنا فترة مستعدين كويس جدا للبطوله الجايه في امم افريقيا في المغرب عشان نوصل منها لكاس عالم. واحنا ان شاء الله باذن الله كل بنت فينا مركزه، هو هدف واحد اللي احنا ان شاء الله عايزين نوصل كاس عالم. انا مبسوطه جدا وببقى فرحانه لما انا اكون في النادي الهلال والاقي فيه فاكس مبعوت لي ان انا اروح امثل اسم بلدي. كنت مبسوطه لما بعتوا لي ورحت كنا بنلعب لبنان، رحت على لبنان انا حقيقي كنت فخوره، حاسه فعلا ان انا لا انا لعيبه مهمه بلعب باسم منتخب مصر. رحنا طبعا كسبنا الماتشين، ماتشين كانوا مهمين جدا للتصنيف بتاعنا، وطبعا احنا بقينا 88 على العالم، فدي في حد ذاتها كويسه جدا. بنحاول برضو ان احنا نطور من نفسنا، وكابتن محمد كمال بيحاول يساعدنا على دوت ان احنا ما نغلطش نفس الاخطاء اللي بنغلطها في الماتشات دايما. شايف كمان ان في اهتمام بالكره النسائيه في الفتره الاخيره، ويعني في بطولات وفي احتكاكات لمنتخب الكره النسائيه، والاداء بيتطور وطالع جيل جديد من اللاعبات المميزات، وان شاء الله يعملوا نتائج كويسه منتخب مصر للكره النسائيه باذن الله. خلينا بقى نروح، يعني خلصنا احتفالات النادي الاهلي وخلينا نشوف احتفالات مانشستر سيتي. النهارده كان في احتفالات في مدينه مانشستر
وطبعا المان سيتي كسب دوري ابطال اوروبا بعد ما فاز على انتر ميلان، والبطوله دي كانت غايبه عن مان سيتي وغايبه عن جوارديولا. فريق الزمالك بيستعد للفتره القادمه، انتوا عارفين الزمالك بعد استئناف الدوري هيبقى بعد يعني بعد نهايه الاجنده الدوليه لمنتخب مصر، عنده مباراه في الكاس مع فاركو، وبعدين هيلعب ماتشات الدوري. فريق الامل في نادي الزمالك لعب مباراه وديه مع فريق كفر الامير وكسب 4 مباراه وديه، يعني عاملين فريق الامل لعيبه الصغيرين في قطاع الناشئين بيشوفوا الناس المميزه وفريق الامل وبيلعبوا بعض الماتشات الوديه. عواد والجزيري وسامسون يخضعون لتدريبات علاجيه في تدريب الزمالك. منتخب الاولمبي كمان انتظم بقى في معسكره استعدادا طبعا لبطوله امم افريقيا تحت 23 سنه اللي هتبدا يوم 24 في المغرب برضو. وعبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحله انضم للمعسكر. المعسكر خلي بالكم المنتخب الاولمبي في اسكندريه، عشان عندنا مباراه يوم الخميس، مباراه وديه للمنتخب الاولمبي مع منتخب غانا الاولمبي ان شاء الله يوم الخميس القادم. في مباراه برضو وديه دوليه هتتلعب في مصر هنا ما بين منتخب الكويت ومنتخب زامبيا في استاد القاهره ان شاء الله، هتقام في استاد القاهره النهارده، بتتلعب مباراه الكويت وزامبيا في استاد القاهره، وهيحكم المباراه طاقم تحكيم مصري احمد الغندور، وحكم المباراه وهاني عبد الفتاح ويوسف البساطي ومحمود ناجي، يعني زمان المباراه اتلعبت خلاص في استاد القاهره. اتحاد التنس بيشيد بميار شريف لاعبتنا في التنس بعد ما كسبت بطوله ماركا راسكا في كرواتيا، وتصنيف اللاعبين واللاعبات في الفتره الحاليه عندنا ما شاء الله اول 3 مصريات، نوران جوهر رقم 1 على العالم، نور الشربيني رقم 2، هانيا الحمامي رقم 3، نور الطيب رقم 6، يعني اول 3 لعيبه او اول 3 لاعبات مصريات ما شاء الله. هاتوا لي كده معلش عشان نشوفها كده، ابص اهو نوران جوهر رقم 1، نور الشربيني رقم 2، ده تصنيف العالمي للسكواش في شهر من شهر بقى في الشهر الحالي يعني. هانيا الحمامي اهو في المركز الثالث، وبعدين جويل كينج نيوزيلندا الرابعه، اماندا صبحي خامس في المركز الخامس، عندنا نور الطيب السادس مصر، وبعدين المانيا وانجلترا، وعندنا كمان روان العربي اهو كمان في المركز العاشر، يعني عندنا حوالي كام واحده؟ 1 2 3 4 5 5 5 لاعبات من احسن 10 لاعبات على مستوى العالم في الفتره الحاليه، ومنهم كمان الثلاثه الاوائل نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الهمام. حاجه رائعه جدا جدا. كمان في الرجال بقى عندنا ما شاء الله علي فرج برضو بيحافظ على الصداره، ومصطفى عسل في المركز الرابع اهو، بصوا عندنا علي فرج رقم 1، دييجو الياس اللي هو بتاع بيرو ده كان شويه كان مركز اول، وبعدين علي فرج رجع تاني للمركز الاول، محمد شرباجي بيمثل انجلترا في المركز الثالث، مصطفى عسل مركز الرابع، بول كول في المركز الخامس، مروان الشرباجي السادس، وعندنا كمان مازن هشام في المركز الثامن، وطارق مؤمن في المركز التاسع. حاجه برضو رائعه، يعني احنا اسياد العالم في الاسكواش. جوارديولا عايز يقعد مع مانشستر سيتي لغايه 2025 وبعد كده هيرحل. انا شايف ان جوارديولا خلاص يعني بيعمل كل البطولات، ناقص له بس يكسب كاس عالم انديه وسوبر اوروبي مع مانشستر سيتي. فبيقول لك يعني صحيفه ذا جارديان البريطانيه قالت ان جوارديولا بيخطط للرحيل عن مانشستر سيتي في 2025، يعني قدامه 2 سنة مع المان سيتي، وده تفكير كويس على فكره. ايرلينج هالاند بيتوج بجائزه افضل لاعب في مانشستر سيتي في الموسم الحالي. نادي طرابزون التركي حدد 10 مليون يورو للنادي اللي عايز يشتري تريزيجيه، يعني اي نادي عايز يشتري تريزيجيه يدفع 10 مليون يورو، رقم جامد جدا. صحيفة الماركا الأسبانية قالت إن لوكا مودريتش رفض عرض من نادي أهلي جد، كان جاي له لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد جاي له عرض ب 80 مليون يورو في الموسم، ويعني حسب صحيفة الماركا قالت إن لوكا مودريتش رفض عرض أهلي جد. النهارده الرئيس التاريخي لنادي ميلان، الرئيس التاريخي وكان رئيس وزراء إيطاليا، بيرلسكوني، فاكرين بيرلسكوني كان رئيس نادي كان رئيس نادي الميلان وكان رئيس وزراء ايطاليا لفتره كبيره،
توفى النهاردة عن عمر 86 سنة. 86 سنة. يعتبر الرئيس الأسطوري لنادي ميلان، حقق مع الميلان خلال 30 سنة 28 بطولة، الدوري الإيطالي 8 مرات وكأس إيطاليا مرة والسوبر الإيطالي 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات والسوبر الأوروبي 5 مرات وبطولة الكونتيننتال اللي هي كانت كأس العالم زمان مرتين ومونديال الأندية مرة. فبرلسكوني الرئيس التاريخي لنادي الميلان توفى النهاردة عن عمر 86 سنة. آخر حاجة بقى معانا منتخب الأورجواي بطولة العالم للشباب اللي هي مواليد 2003، كانت النهائي امبارح بطولة كأس العالم للشباب، لكن أورجواي بقى أنهت احتكار أوروبا للبطولة وفازت الأورجواي ببطولة كأس العالم للشباب. احنا عاملين كل أسبوع إن شاء الله هنستعرض مع بعض شخصية أو لاعب كرة سابق عشان نعرف الأجيال الحالية اللاعبين السابقين والرموز في الأندية المصرية. هنجيب لعيبة من المنصورة ومن الأهلي ومن الزمالك ومن المصري والإسماعيلي، رموز الكرة المصرية كلها الأجيال السابقة. هنعمل زي كده أفلام تسجيلية عن النجوم السابقين وفي كل الأندية. فالنهاردة هنبدأ بالكابتن طارق يحيى، طبعا نجم نادي الزمالك، سجلنا معاه حوالي 20 دقيقة كده عن تاريخ كابتن طارق يحيى. هنقسمها جزئين، النهاردة هنتفرج على 10 دقايق وبكرة هنكمل مع بعض، وإن شاء الله نستمتع خلال الفترة القادمة بنجوم الكرة المصرية السابقين عشان الأجيال الحالية تعرف النجوم طبعا الكبيرة اللي مثلت مصر ومثلت الأندية المصرية. هنتفرج على كابتن طارق يحيى وبعدين هنستقبل الأستاذ أحمد القصاص إن شاء الله. يعني بلعب كوره، بحب الكوره من زمان وانا صغير وانا طفل، يعني كعاده اي طفل. انا ليا اخين واخت، اخين اسامه ده الكبير وخالد الصغير وهاله الصغيره اصغر واحده. انا واسامه وخالد لعيب الكوره قوي، كنا لعيب الكوره وبنحب الكوره يعني لدرجه ان احنا كنا الناس بيتخانقوا علينا ياخدونا في فرقهم. يعني لما نروح دورات رمضانيه نروح مثلا هنا تبص تلاقي ايه، كله عايز ياخد ولاد يحيى، خالد واسامه وخالد وطارق. فعملنا تيم كده بينا وبين بعضينا، بقينا يعني نروح مثلا الدوره الفلانيه ماتش فلاني كده بتاع حب يعني، لغايه لما الناس بدات تبص للشهره المحدوده داخل القريه او داخل المحافظه على الاقل. المحافظه بقى لما انتقلنا ورحنا للمدارس الاعدادي او الثانوي اللي كانت في المدينه وجامعه، فبدا الصيت ينتشر وفلان وفلان وفلان، لغايه لما جالي كذا عرض بقى من كفر الشيخ والدي الله يرحمه. ما كانش موافق خالص على موضوع الكوره ده، هو زملكاوي جدا جدا ابويا الله يرحمه، فما كانش موافق ان انا العب كوره. دراسه طبعا زمان انت عارف اولياء الامور مختلفين يعني عن دلوقتي يعني. زمان كنت بتتضرب عشان بتلعب كوره، دلوقتي تتضرب عشان تلعب كوره. فاهم القصه؟ ما كانش موافق والدي، لغايه لما جاء موضوع الزمالك قالين وانا عندي 18 19 سنه كده. كنا في احد الدورات جنب مدينه قالين، شافني مدير الكوره هناك الدكتور مجدي حمايه، ده مدير الكوره في نادي الزمالك قالين. هو كان عامل توأمه قبل ما نروح بين الزمالك وما بين قالين، اسمه زمالك قالين، وراح قابل الكابتن حسن حلمي الله يرحمه وعمل توأمه وقال له اي لعيبه كويسه هنصدرها للنادي ببلاش وحاجات كده وبتاع. نظير ان الزمالك يعني يبقى فيه زياره سنويه يلاعب زمالك قالين في كفر الشيخ. المهم لعبت انا مع قالين زمالك قالين فتره كده قرابه الموسم واحد تقريبا، ما كملتوش طبعا لان انا في الفتره دي جه الزمالك في كفر الشيخ يلاعب زمالك قالين. هم كانوا جايين يتفرجوا على رضا الخطيب. رضا الخطيب ده كان لعيب في كفر الشيخ، كان هداف الدرجه الثانيه بيجيب ال 34 35 جون في الموسم. فالمشرف على كوره ساعتها مدير الكوره الله يرحمه الثعلب كابتن حماده امام بلغ الناس بتوع قالين احنا عايزين رضا الخطيب يلعب في الماتش ده. خاطبوا هم كفر الشيخ، رضا الخطيب كان موجود، مصلحه برضو ان الزمالك ياخد رضا الخطيب يعني. المهم الماتش اللي اتلعب لعبت انا المباراه وجبت جونين في الزمالك. يعني الماتش انتهى 2-0 وانا اللي جبت الجونين. كابتن حمد امام رحمه الله عليه ومستر مايكل ايفرت شافوني فقالوا احنا عايزين الولد ده سنه كام؟ قالوا بس
ده صغير كمان اتأدنى شيء احنا عايزينه. طبعا انا كان عندي امتحانات ثانويه عامه في الفتره دي، يعني كان عزل الامتحانات داخل على امتحان ثانويه عامه، ابويا ما رضيش يوديني مع انه زملكاوي، قال لي لا بعد الامتحانات. فالمهم خلصت الامتحانات، تعرف بقى لما تخلص الامتحانات بتبقى عامل زي البطه، انت فاهمني؟ قاعد بقى طول النهار بتذاكر بس، وتاكل وتذاكر وتاكل وتمتحن. خلصت امتحانات ثانويه عامه وطلبوني قالوا لي ايه، تعالى في اختبارات الزمالك. رحت اختبارات الزمالك طبعا، جبت جزمه جديده ومش عارف ايه وشورت وفانيلا ونزلت التمرين. فللاسف الشديد انا لعبت في ارض لمر، الرمل ده مع الاستادز ما يعني ما تقدرش تقف، حميد عفت ما يعرفوش يحيى دي هناك، يحيى دي هحكي لك قصتها لان قصه برضه معاه. المهم الحم عفت ده ابنك الزمالك طالبه تاني، ما هو راح قال لك لا ده المره دي مختلفه، ده كابتن حسن حين باع الجواب باسمه ومش عارف ايه وبتاع ولازم نروح. خدنا ميعاد ورحنا، طبعا رحت بقى كنت انا اتمرنت شويه وبتاع الكلام ده، خد شهر شهرين بعد الامتحانات، فكنت يعني فورمه سنه يعني. المهم اختبرنا، نزلونا بنفس اللجنه، كابتن علي شرف رحمه الله عليه وكابتن حماده الشرقاوي كانوا موجودين في اللجنه، ولعبنا بقى ماتش في النجيله طبيعي في ملعب الاثنين اللي هو الملعب اللي كان بره اللي هو عند الحمديه الشاذليه اللي دلوقتي بقى ترتان يعني. لعبنا قصاد مين بقى؟ ال 19 سنه بتوع الزمالك الاساسيين. عملوا تقسيمه كبيره فجابوا مجموعه لعيبه من الناشئين مع الاختبارات. كسرت الدنيا بقى في الماتش ده. مين بقى كان معايا هاف ليفت؟ اسامة عرابي. في نفس الاختبار. واخترنا انا وهو، بس طبعا ما اعرفش هو كان النادي بتاعه طالب فلوس فالزمالك ما كانش بيدفع فلوس، فالولد مشي وراح مقاولين اعتقد او اهلي بعد كده. المهم قالوا لي لا ده الولد ده كويس وبتاع، تعالى انت هتتمرن مع الكابتن احمد مصطفى رحمه الله عليه، ده مدير الفني بتاع الفريق. موقف برضه حصل مع الكابتن حسن. مستر مايكل بيعمل تكتيك، فقال لي طارق، مستر طارق تعالى شوف شباندر. فاكر كان عندنا لعيب اسمه شباندر، كان لعيب حوارتاجي لعيب كوره شرابي يعني لعيب كويس جدا. قال لي شوف شباندر بيعمل ايه واعمل زيه. قلت له اوكي يا مستر. فضلت واقف، هو بيعمل تكتيك وينج ليفت، ففضل واقف جنب شباندر، شباندر ياخد الكوره هوب ويعمل بالعرض تك تك تك، يعمل بالعرض بس، هي دي قصه يعني، تروح له الكوره يعمل بالعرض عشان الفرده تجيب. فكل شويه مستر مالك يا شباندر نو، الاوفر بتاعه مش عاجبه، نو شباندر نو. فالمهم ايه؟ قال لي طارق جو. انت عمال تك تك، رحت عامل اوفر. ابو علي ابو كريم دخل دب جول، قال له شباندر شوف طارق بيعمل ايه؟ انت شفت انا بقيت بقى عارف بعرق. شوف شباندر بيعمل، نهار ابيض. ممكن يقابلني بعد جايب. المهم يا سيدي ايه؟ ربك كرمني ودخلت اول مباراه كانت المنيا في المنيا. احتياطي. كان محمد صلاح هو اللي جاب الجول، كسبنا 1-0 منيا في منيا، ولعبت اخر خمس دقائق بالظبط، اخر خمس دقائق نزلني مستر مايكل. بعديها كانت اول مباراه كانت المنصوره كاس مصر، كان سطوحي احمد شاكر رحمه الله عليه، بدير سعد سليت، الفرقه الجامده دي كانت اول ماتش ليا في حياتي. ايوه كانت فرقه جامده جدا. المهم كسبانين 3-0، الجون الرابع انفردت بيه ورقصت سطوحي، راح ماسك رجلي ضرب الجزاء دخل احمد عبد الحليم شاطر، بقت الرابع 4-0، خسبنا المنصوره 4-0 فاكر كويس قوي. دي كانت اول ماتش ليا. بعديها على طول كان اسكو هاتريك. انت متخيل لما تبقى ناشئ وضارب هاتريك كده مره واحده؟ الناشئ بيجيب جون، اه هاتريك. بعديها بلاستيك جبت جون، لا مين ده؟ الناس بقى بدات تبص بقى مين طارق يحيى. نسيت اقول لك وانا بمضي الاستمارات كابتن حماده بيقول لي الله يرحمه، كابتن حماده ده يعني ابويا الثاني، فبيقول لي تعالى بعد ما لعبت التقسيمه اسمك ايه؟ فقلت له طارق محمد يحيى. قال ايه؟ محمد يحيى كمان؟ عفت. قال انت من النهار طارق يحيى، ما هو اسمه محمد يحيى الحريه امام، فلا الاسم مشابه، فانا بعتبره ابويا الروحي لان الراجل ده يعني رحمه الله عليه اذكر مواقفه معايا في حياتي لن انساها في حياتي،
5 جنيه بعد كل تمرينه يديهاني عشان اروح البلد. ما كانش في شقه، ما كنتش بقعد، بسافر يوميا، وكنت في الجامعه اروح الصبح احضر دروسي وارجع على التمرين، رايح جاي رايح جاي على الطريق. كان ليا خاله كده ربنا يرحمها في لازغلي، بدل ما كنت بروح ابات معاها يوم يومين كده، ايه اللي هو يبقى ريح جسمي شويه من السفر، تك تك رايح جاي، فاهمني؟ فلا عانيت. فكابتن حمد امام كان هو يعني اللي كان ساترني في القصه دي. نرجع تاني مع بعض، وزي ما اتفقنا خلاص الدوري الممتاز بيه القسم الثاني، وصلنا للجولة الأخيرة، وحتى الجولة الأخيرة لسه لغاية دلوقتي مجموعتين ما تمش حسمهم، مجموعة الصعيد منافسة ما بين الجونة ولافيينا، ومجموعة اسكندرية وبحري، والمنافسة ما بين البلدية المحلة وطنطا وتكيرنس، مين الفريق اللي من ثلاثة هيصعد إلى الدوري الممتاز. ده يبين قد إيه قوة الدوري الممتاز بيه والمنافسة الشديدة لاخر جوله اللي هتبدا ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس والجمعه القادمين باذن الله. طبعا صعود نادي الزد بنبارك له وبنهنيه على الصعود للدوري الممتاز. استاذ احمد ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن، منور. الله يخليك. موسم شاق السنه طبعا، تعب جدا وموسم قوي، وصلنا لاخره خلاص. من افضل المواسم على مدار تاريخ دوري القسم الثاني. عايز تقول ايه قبل ما نتكلم عن الممتاز في الاهلي؟ فوز الاهلي طبعا حاجه كبيره طبعا لمصر، وبعدين الاهلي البطوله اساسا لها طعم ولها بريق ولها لون ولها فرحه. انت النهارده البطوله كانت من الاول بدات صعبه، يعني صعبه للاهلي عشان الاهلي يوصل للمرحله ديت. حتى انا كنت بتكلم في الاذاعه من يومين، قلت ان الاهلي ان الوداد عنده حاجه دايما بيركز قوي في الشوط الاولاني، وانت حتى قلتها امبارح، هو بيركز في اللعب في الشوط الاولاني، مجهوده تقريبا ما عندوش يعني ايه تشك في الحته ديت. فطلبت الاهلي ان هو يوزع مجهوده في الشوط الاولاني، ما يجيش نفسه كتير، لان المكسب هيبقى في الشوط الثاني. طبعا فرحه، والمصريين كلها مصر كلها فرحانه، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، طبعا دي حاجه جميله لمصر. يعني النهارده انت المنتخب هو اساس الاهلي والزمالك والانديه الثانيه، فدي فرحه بامانه. يعني بطوله صعبه، بطوله صعبه من المغرب. شكرا يعني. يعني ايه شكرا لكل اهلاوي فرح المصريين بالامس. اكيد. عايز بس اقول حاجه قبل ما نتكلم في الدوري القسم الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح هنى النادي الاهلي وبعت رساله تهنئه للنادي الاهلي. النهارده الاهلي بقى سعيد بتهنئه الرئيس، يعني حتى الاهلي طلع بيان وقال ان الاهلي ممتن لتهنئه فخامه الرئيس السيسي، ويشكر كل مؤسسات الوطنيه. عبر مجلس اداره النادي عن امتنانه الشديد للتهنئه الرقيقه التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ النادي. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية إلى سيادته وإلى كل مؤسسات الدولة التي تدعم الكيانات الناجحة لرفعة اسم مصر في المحافل القارية. ده بيان النادي الأهلي، يعني بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الرقيقة اللي هنى بها النادي الأهلي امبارح. نخش بقى في الدوري القسم الثاني. صعد عندنا زد، خلص التهاني والتقدير والاحترام طبعًا للمجهود الكبير اللي بذله الكابتن مجدي عبد العاطي، ومعاه مجلس اداره طبعا سيف زاهر، الكابتن احمد حسن، كابتن وليد صلاح الدين، احمد عبد الله مشهور التوني طبعًا، احمد دكتور احمد عبد الله، كابتن وليد مدير الكوره، كل الناس بصراحه طبعًا شكلوا ملحمه جميله في زد، وصعدوا عن جداره واستحقاق. يعني انا هتكلم في النقطه ديت عشان بعض الاقاويل ايه يعني كتير كلام تردد، كلام مالوش صعب بفارق 8 نقط، مفيش وكسبان المنافس بتاعه في المجموعات الثلاثه. تردد بعض الكلام سواء في الصعيد، الجونه، لافيينا، بحر، البلديه، ديكيرنس، بروكسي، في زد تردد بعض الكلام ان في بعض الناس ايه يعني هتدفع ناس، لا لا الكلام ده مش موجود. يعني كل الفرق بتاعها نتكلم كوره، لا تعالى نتكلم كوره. الناس اللي بيتكلموا عليها زي زد، لا زد عنده فوارق فنيه عاليه جدا.
انا بقول لك كسبان كمان بفارق كبير من النقاط. كبير. تعال نتكلم في مجموعه الصعيد الجونه ولا فيينا، فوارق كبيره جدا. تعال نتكلم حاليا لما بعض الكلام طبق التافه، بروكسي وكفر الشيخ، لا بروكسي عنده فوارق فنيه للصبح، ده بروكسي كان مفروض احد الفرق اللي بتنافس. فما يدار عشان الناس بس بره والجمهور ما يحطش دماغه كده، اللي ما يدار بره ده شغل التواصل الاجتماعي ملوش اي، مش صحيح الكلام ده بالمره. عايز بس اقول الفت نظر الناس، 8 مدربين حققوا معانا انجاز او تاريخ في الصعود من دور الممتاز به لدور الشغل. نعم. على راسهم كابتن صلاح الناهي. أيه. المدير الفني للكروم، هو صعد بالكروم، الناس اللي ما تعرفوش صعد 8 مرات. صعد 8 مرات. 8 مرات بالكروم. اشتغل في الكروم مش موجود دلوقتي خلاص. 27 سنه مش موجود. وصعد مره بغزل المحل. ايوه. يبقى 9 مرات. نحسب بقى حساباتنا احنا مصريا يبقى مرتين. احنا بنتكلم على انديه بس هو صعد 8 مرات بالكروم. 8 مرات بالكروم ده انجاز، انجاز طبعا كبير. طب بعدين صعد من محله، لا والعروبه، العروبه فين؟ كان السعودي، وزي السعودي. زي كابتن حسن ما صعد برضه، هو صعد 4 مرات كابتن حسن. كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته صعد 4 مرات. المنيا مع المنيا موسم 96. أيوة. الشرقيه 97، السويس، المقاولين. صح. واخر شهر مشى وفي فرق قوي وراح المنتخب، خلاص تقريبا صعد بالظبط وراح المنتخب ومسك كابتن غانم سلطان تولى مع الكابتن، وكابتن حسن برضه صعد مع الشرطه العماني. العماني صح برضه من كابتن حسن شحاته صعد كده مع 5 انديه، 4 انديه مصريه ونادي عماني اللي هو نادي الشرطه. كابتن محمد صلاح برضه الناس معظم الناس تقول لك 3، لا صعد كابتن محمد صلاح طبعا الصديق العزيز ونادي الزمالك، المدرب الكبير، المدرب الكبير. وانا يعني حزين انه معاه في السنه بتاعت النجوم. النجوم طبعا صعد مع نادي انت عارفه فاكره، كان اسمه المعادن اللي هو جلدي. ايوه طبعا. وبعدين تليفونات بني سويف. ايوه. وبعدين نجوم المستقبل كنت انت موجود. وبعدين الناس بتقول لك دلوقتي اف سي مصر زد صعد مره، لا ده كابتن محمد صلاح صعد باف سي مصر بمسماه القديم. بمسماه القديم اف سي مصر صعد ايه موسم ايه 2018. ايوه. كابتن ايمن مزين صعد 4 مرات. ايوه. برده مع الرجاء، مع الاسيوطي، مع طنطا، مع الشرقيه. ايوه. يبقى كابتن ايمن اتصنف ايه 4 3 ايمن مزين. ايمن مزين المدربين السنة دي كان بينافس لغايه اخر اسبوعين. بص كابتن ايمن عمل موسم، والناس بعض الناس تقول لك ايه لا ده صرفهم، لا ابو قير صرف زيه زي اي نادي. ايوه. لا انا بقى هقول لك على حاجات، ابو قير صرف اقل من بعض الانديه في مجموعه البحر. الناس بقى برضه تقول لك لا وكان بينافس وكان عنده امل للحظات الاخيره. جمهوريه شبين كمان نفس القصه السنه دي. شبين بيحصل دروب يعني تعبوا في ابو قير ايمن مزين واحمد نبيل ومدحت سمود رئيس النادي، ما حدش قصر، لكن هي كره قدم كده. طبعا حد هيصعد وحد هيستنى والباقي عليه الدور انه يوصل السنه الجايه. كابتن مجدي عبد العاطي دوري المحترفين هيتلعب. بص من الاخر خلاص ما فيش رجعه رغم ما يتردد، بس انا هنكمل لك الحته دي. طب طب. مجدي عبد العاطي 3 مرات، محمد عامر 3 مرات. ما اقول بس مجدي عبد العاطي، مجدي عبد العاطي صعد مع اسوان. ايوه. مع فاركو ومع فاركو ومع زد ومره دي مع زد. كابتن برضو محمد عامر ايوه صعد مع الاسوان. ايوه. واسمنت اسيوط وبترول اسيوط 3 مرات. ايوه. كابتن خالد عيد صعد مرتين مع المحله، مع المحله ومع طنطا. صح. دول المدربين اللي صعدوا انديه يعني بالظبط. اللي عملوا انجازات في صعود الانديه رغم ما يقال. وكان في اجتماع يوم الخميس بين كل انديه حوالي 35 نادي، حضروا مع الكابتن طارق السعيد رئيس نادي الترسانة. تمام. وعقدوا اجتماع حتى الساعات الاخيره من الليل، كل الانديه تقريبا معظم الانديه المصريه، وفي اللي مسافر بره وفي اللي فوض بالتليفون. المهم ان هم خدوا خلاص قرار المحافظات هتلم بقى، يعني مثلا يعني الاولمبي هيبقى مركز تلقي المقترحات او التفويض، يفوضوا طارق السعيد ان هو يقابل اتحاد الكوره لعرض المقترحات. ايوه. بعد المقترحات دي من الاخر، بس احنا زعلانين برضه ليه؟ في انديه شعبيه احنا بنحبها مش هتلعب دوري محترفين، ترسانه، الاولمبي، مين تاني؟ المنصوره. كابتن عد خد عد عندك في انديه كتيره جدا، نادي مصر ونادي بورتو السويس وانديه كتير. انا بتكلم كمان عن الانديه الشعبيه العريقه، الشعبيه العريقه، ترسانه والاولمبي والمنصوره والقلم عندك كده، في فرق في الصعيد. نفس القصه بالظبط. انا بس بتكلم على حاجه، سيبك انت، كان ممكن اتحاد الكره يتفادى القصه دي ازاي؟ كان ممكن يعمل دوري للمؤسسات والشركات. ليه دوري الشركات؟ خلاص يبقى قصه انتهت، ما كانش يعني ما كانش يوصل للمرحله ديت، لان حصل قبل الدوري. في بعض الناس تقول لك ما حدش، خلي بالك يا استاذ احمد برضه الانديه الانديه التاريخيه في مصر والانديه الشعبيه لازم يعني تتماشى مع الزمن والتطور اللي في الزمن والموارد الماليه. ما انا برضه لما اشوف نادي كبير زي نادي المنصوره وما عندوش موارد ماليه وما عندوش ملعب
ينفع محافظه الدقهليه؟ بس برضو عايز لازم الناس تتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه. وياما اتكلمت في كده، ولازم المحافظين ورجال الاعمال في كل محافظه يساعدوا النادي عشان يبقى عنده. وبعدين في حاجه كابتن كريم برضو، احنا لازم زي انت ما قلت مجالس الادارات دي كوره بقت فلوس. مجالس الادارات ما تبقاش بقى يعني عارف بيشبهني بالراجل اللي ايه مصمم على قرار غلط يعني. انت النهارده الانديه بحاله اللي انت بتقولها دي منهم بقى دمنهور والمنصوره، الانديه دي كلها والاولمبي عنده حوالي 25 لعبه 22 لعبه. طب ليه ما تجمد اللعب عدد من في العاب هم متميزين بيها؟ معظم اللعبات في القسم الثالث والثاني. لا يعني مثلا اولمبي عنده المصارعين مصارعه، ايوه ده الاولمبي النجوم الأولمبي. المدارات الفرديه في الاولمبي تاريخ وحاجه طبعًا. انا بتكلم على في بعض، خلينا نتكلم بصراحه يعني في بعض اللعبات موجوده لمجامله لسداد بعض الاجندات. ليه ما تخلص عدد اللعبات ديت؟ لا هو لازم يبقى في فكر وتخطيط، لازم يبقى في فكر ازاي اجيب فلوس واعمل موارد، ولازم يبقى الناس اللي بتمسك الانديه عندها خطه مش مجرد ابقى عايز ابقى رئيس نادي وخلاص. يعني انا بيعجبني بس رغم كل شيء هو حظه وحش شويه طارق السعيد. طارق السعيد انا اشتغلت في الترسانه راجل برنس يعني، شوف انا وانت اتكلمنا في حاجه واحده وعامل ليه؟ موارد للنادي وكل حاجه، بس الظروف ما بتساعدوش مع فريق كوره. هو بصراحه الراجل ده لكن بيعمل كل حاجه. انا متعاطف معاه شكلا، مش بجامله على فكره، لا انا متعاطف معاه وحزين جدا على الراجل ده لان الراجل ده مخلص اخلاص للترسانه، بيجيب لعيبه وبيجيب كل الامكانيات اللي عايزه. انا بقول لك اشتغلت في الترسانه وعارف هو بيعمل ايه، بس سبحان الله التوفيق غايب شويه. هنتكلم بقى في دوري المحترفين، ماشي اجتمعوا هم خلاص خدهم وهيبعتوا التفويضات ديت، وطارق السعيد هيقعد معاهم الاستاذ طارق السعيد وهيقعد مع اتحاد الكوره، وفي حاله عدم وصول لقرار الكلام اللي قالوه ان هم هيعقدوا يدعوا الجمعيه عموميه غير عاديه تمام، وياخدوا قرارات اللي هم عايزينها عشان الغاء دوري المحترفين تمام. نروح بقى الناحيه الثانيه، اتحاد الكوره بقى هيعمل ايه؟ اتحاد الكوره الدكتور ايهاب قال لي قعدنا يوم الخميس اللي فات مع احدى الوكالات او الرعاه يعني. عندنا اكثر من راعي، وده مبشر كويس جدا ان عنده راعي ان هو يشتري دوري المحترفين. يعني هم ماشيين في طريقهم ايه؟ خلاص شكرا مفيش تراجع، ده كلام الدكتور ايهاب معايا ايهاب الكومي النهارده عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. نروح بقى لنقطه مهمه جدا بمناسبه نادي زد، بس هو هيعمل حفله الاسبوع الجاي عشان يكرم الفرقه والجهاز الفني طبعا، وفي مكافآت هتصرف للعيبه طبعا. المكافآت دي ممكن تكون من 50 ل 60000 ايوه، من 50 ل 60000 جنيه كل لعيب والله. هم حاليا بقى خد معلومه وصلتني، والمعلومه دي مؤكده شبه مؤكده، كابتن مجدي عبد العاطي هيبدا يحط في التقرير بتاعه ان هو عايز مجموعه من اللعيبه طبعا عشان دوري ممتاز. فبدا من دلوقتي على طول ثاني يوم على طول يشتغل في الحته ديت. عايزين نتكلم في حته قرار لجنه مسابقات القسم الثاني برئاسه طبعا الحاج عامر حسين وخاله الاستاذ مجدي الشيخ، قرروا عقد اجراء قرعه لدوري الترقي اللي هو الملحق بتاع السادس يوم الاثنين الجاي، اللي هم الفرق السادس اللي هتاخد المركز السادس في الثلاث مجموعات في مبنى اتحاد الكوره، عشان اثنين منهم هيلعبوا يصعدوا لدوري المحترفين. اثنين من الثلاثه ده انفراد طبعا لنا احنا. هيلعبوا المباراه بقى فين؟ لان طلبت طبعا كل الانديه بتاعه المركز السادس، هم هيبقى دور رايح جاي، دور واحد بس، دور واحد بس. ما انا جاي لك هنكمل لك بقى كل المدربين كلمتها اللي بتلعب على السادس ديت ايوه، كلهم محمد حامد بروكس نبيل محمود المنيا كل المدربين حماده العش كفر الشيخ الكل. الاول نقول المباراه هتلعب فين، ماشي وده عشان يبقى انفراد برضو البرنامج. هيلعبوها على ملعب السكه الحديد كل المباريات كل المباريات هتلعب على ملعب السكه الحديد. الحاجه الثانيه ان هم كانوا بيتمنوا المدربين دولت ان الدوري ده يتلعب من دورين، لانك انت طالع من موسم في فرصه عندك اصابات عندك مجهود صعب، تبقاش القصه في ماتشين اللعيبه المجهده ممكن جدا وارد 7-8 لعيبه غايبين عن فرقه يتهزم، ضيعت مستقبله ضيعته تعبه طول الموسم صح. يعني اتمنى مراعاه قدام القرارات اللي تتخذ، مش هتفرق يعني في اسبوع زياده يعني ايه المشكله؟ ما انت هتلعب كل 7 ايام، العب يا عم كل 4 ايام 5 ايام بالظبط، والعب المباراه دي وخلاص، سد فرصه عشان اللي يصعد يبقى صاعد عن جداره واستحقاق بالظبط. النهارده برضو حاجه مهمه جدا يا كابتن اللي هو دوري المحترفين، اتمنى عشان لو انت هتطبق دوري محترفين نبعد عن الملاعب. يعني النهارده دي كيرنس مثلا، انا بس بدي مثال لاتحاد الكوره، دي كيرنس هيلعب في دوري المحترفين تمام، هو الملعب بتاعه نجيله صناعي، وانت بتقول هيلعب في المحافظه بتاعته محافظه فيها المنصوره فيها بني عبيد كلها ملاعب كويس. انت قلت هنلعب مش ملاعب وحش يعني ما تنفعش حتى تلعب، ما فيهاش اضاءه. انت عايز دي كيرنس يلعب على ملعبه يعني في دوري المحترفين؟ يعني عايز من دلوقتي اللجنه تشتغل يشوف ملعب عشان ما نقعش في الاخطاء دي تاني بقى، ما انت هتلعب السنه الجايه في رمضان. الحاجة الثالثة والرابعة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ايه بقى؟ انت قلت الأندية الشعبية، لا ده انا هقول لك على حاجة.
وده هيبقى مؤشر مش مظبوط جدا او يعني مش طريق صحيح. دوري المحترفين، اما انت تلاقي مثلا يعني نادين شركات بيلعبوا في دوري المحترفين، وتلاقي البلديه مثلا وده كيرنس بيلعب بره، هتروح تتفرج على مين؟ هتتفرج على مين؟ البلديه والكيرنس. بس شكرا. عشان كده انا بقول دوري المحترفين لازم يكون فيه اعاده نظر شويه. طيب نخش بقى في الماتشات عشان الوقت. نبدا بمجموعه الصعيد دي. تمام. اللي احنا هنستعرضه النهارده الجوله قبل الاخيره، الجوله 29، وهنعرفكم كمان الجوله 30 مين هيلاعب مين والموقف ايه في كل مجموعه. نبدا بمجموعه الصعيد، المجموعه الاولى نتائج الجوله اللي فاتت. مركز شباب طمية كسب شبان قنا 2-1، ملاوي والفيوم 1-1، بترول اسيوط فاز على النصر التعدين 2-0، لافينا كسب تليفونات بني سويف 2-1، كيما اسوان واسمنت اسيوط 0-0، الالومنيوم فاز على المدينه المنوره 3-1، الجونه في الصداره وفوز على المقصه 3-1، بيروت والمنيا 2-2. نشوف كده مع بعض الاهداف. نبدا بمباراه طاميه وشبان قنا 2-1 لصالح طاميه اللي لابس التيشيرت الازرق، ولكن اللي بدا بالتهديف شبان قنا عن طريق مصطفى اوتاكا، وبعدين بعديها طاميه جاب هدفين واحمد قطب ومحمد صبري بوسكا، وقدر فريق طاميه اللي لابس ازرق ان هو يفوز بالمباراه 2-1. اتنين مدربين على مستوى عالي بصراحه، نادر السيد في طاميه وحماده الخطيب في شبان قنا بصراحه، يعني هي. عاملين موسم كويس جدا. دي مباراه ايه دي؟ ملاوي والفيوم. ملاوي والفيوم ده ملعب ملاوي. ها ملعب ملاوي. عارف انت الملاعب طبعا. ملاوي ده اصله من الملاعب المشهوره جدا. انت عارف ان انا قلت لك المعلومه دي قبل كده، كابتن حسن شحاته اصله من ملاوي، يعني اصل جدي قلت لي من ملاوي. بس الملعب طبعا يعني الهدف ده اللي عمل خبط كره في الارض عمل بند بسبب الملعب. هنا فوز تعادل ملاوي والفيوم 1-1. ملاوي لابس احمر والفيوم اخضر 1-1. كابتن حسن طبعا ملاوي زي انت ما قلت اصله، بس هو اتولد في كفر الدوار، لكن معلش البطاقه جدا كفر الدوار معلش. بالظبط. وان شاء الله لازم يحضر رايه طبعا يستدعوه في التكريم ان شاء الله. بترول اسيوط وفوز على النصر التعدين 2-0 بهدفين لصلاح لالا وابو بكر محمد. مجموعه صعبه جدا. صعد منها خلاص يا كابتن الجونه ولافينا وبترول اسيوط والتعدين والمقص، دول خلاص ضمنوا اللعب في دوري المحترفين. شوف بقى مين اللي هيصعد. فاضل منافسه واحده على المركز الاول والسادس بين المنيا وكيما. ايوه الجون ده حلو قوي، حصل خطا من حارس المرمى وحطها له لوب من نص الملعب. ده هدف ابو بكر محمد لاعب بترول اسيوط. دي مباراه كيما اسوان واسمنت، دي لافينا، دي لافينا وتليفونات بني سويف وفوز لافينا 2-1. لافينا طبعا بالاصفر، لافينا هشام نيمار ورجب مارو هم اللي احرزوا الهدفين بتوع لافينا، ولافينا لغايه اخر اسبوع بينافس على الصعود للدوري الممتاز. كابتن وائل حبيب بعت جواب قبل الحلقه على طول لاتحاد الكوره بيطالب اي كابتن وائل حبيب مدير الكوره في نادي مدير الكوره في لافينا. هو مستر محمود الاسيوطي رئيس النادي بعت جواب بيطالبهم اي واحد عنده عقوبات او انذارات لابد من اختار انديه الصعيد ديت حتى لا يتعمد احد اللاعبين اللعب وهو موقوف. هو بيشير بلقم القصه ثانيه طبعا في صراع المنافسه الاخيره على الاسبوع الاخير. يعني هو بيبعد اي شبهات ان لعيب ممكن يشترك وهو طبعا ايه واخد ايقاف. كيما اسوان واسمنت اسيوط المباراه احنا شايفينها دي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. احمد عبد الفتاح راموس مدافع اسوان يا كابتن. ايوه من اللعيبه، مدافع اسمنت، من اللعيبه من المدافعين اللي يعني تقول حاجه جميله في الصعيد. يعني لعيب راقي في ادائه. دي مباراه الالومنيوم والمدينه المنوره 3-1 لصالح الالومنيوم. عبد الرحيم همام عامل شغل مع الالومنيوم، وكل التمس كل العذر كابتن نشيل قناوي مدرب نادي المدينه المنوره. ايوه الظروف ضده تماما. يعني امكانيات ماديه لعيبه كل حاجه بصراحه. ده هدف المدينه من ورا احمد السيد، فاول حلو قوي، والالومنيوم جاب احمد عظيمه جاب هدف، وفوز شعبان هدفين للالومنيوم، وفوز الالومنيوم 3-1 على المدينه المنوره في ملعب الالومنيوم طبعا في نجع حمادي. لازم برضه اشكر كابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لبترول اسيوط. دي مباراه الجونه والمقصه وفوز الجونه 3-1. المقصه تقدم الاول بضربه جزاء عبد الرحمن زين، وبعدين الجونه جاب 3 اهداف
وكسب 3-1، وطبعا الجونه لو كسب الماتش الجاي مع شبان هنا يصعد للدوري خلاص دون النظر. اه بس خلي بالك برضو الجونه من اكتر الفرق اللي صرفت، يعني عندك طبعا 7-8 لعيبه بمبالغ رهيبه يعني، ودوري كانوا بيدوروا اه يعني اما تيجي تقارنهم بلافينا، لافينا في عودات ما وصلتش 160,000. ايوه دي اهداف الجونه، كريم ممدوح واحمد ترك وارنو اللي هو المهاجم كان بيلعب معاهم في الدوري الممتاز، ده الهدف الثاني عن طريق احمد ترك، وفوز الجونه 3-1. الجونه لو كسب الماتش الجاي شبان ايه خلاص دون النظر. اه بالظبط ده هدف ارنو لاعب الجونه، وفوز الجونه 3-1 واستمرارهم في صداره مجموعتهم مجموعه الصعيد واقترابهم الدوري الممتاز في حاله فوزهم اي نتيجه اخرى وفوز لافينا، لافينا يصعد. انا اتوقع الماتشين هيخرجهم بنتيجه ايجابيه لفريقهم، الجونه يكسب ولافينا ولافينا هيكسب. دي مباراه بيروت والمنيا وانتهت 2-2، وديروت المنيا بالابيض، كريم حسن اللي جاب الهدفين، كريم برضو كريم حسن مهاجم مميز جدا، مهاجم المنيا وهداف المنيا، احرز هدفين وكانوا كاسبين 2-0 وبعدين ديروت اتعادلوا 2-2. ايوه بالظبط، يعني المنيا ضيع فوز كان ممكن يساعده الحصول على المركز السادس. صراحه الاثنين مدربين علاء ابراهيم المدير الفني لديروت او كابتن محمود نبيل محمود المدير الفني لنادي المنيا عاملين شغل الموسم ده برغم الامكانيات المتواضعه. ايوه بشكر نبيل محمود ان هو بيشكر مجلس الاداره على دعمه رغم قله الامكانيات. طيروت اللي احرز اهداف ديروت احمد فاروق ومحمود جمال، وهدفين اتعادلوا بيهم امام المنيا 2-2. يعني المنيا كان كسبان 2-0 عن طريق كريم حسن مهاجم المنيا، وبعدين ديروت اتعادل 2-2. بص يا كابتن الجونه بقى احنا خلصنا، الجونه بيحتاج للفوز في مباراته الاخيره خارج ملعبه على شبان هنا. هنا الصراع لصالحه خلاص، يوصل نقطه 69 دون النظر لمباراه لافينا. ايوه في حاله تعادله يصل لنقطه 67 بشرط هزيمه لافينا 65 او تعادله خارج ملعبه. أيه. ملعب اسمنت اسيوط. في حاله خساره الجونه 66 امام شبان هنا ايضا بشرط هزيمه لافينا يصعد برضو الجونه. لافينا عنده فرصه واحده بس، هزيمه بالظبط او تعادل، تعادل الجونه ومكسب لافينا. ومكسب بالظبط كده بقى الترتيب، الجونه 66 لافينا 65، ناقص يا جماعه جوله واحده الجوله الجايه. بترول اسيوط 59، النصر التعدين الرابع 50، المقصه الخامس 48، كيما اسوان وديروت بقى ما بينهم المركز السادس، لكن كيما اسوان عنده 45 نقطه. وهيلعبوا مع بعض يا كابتن، هيلعبوا بعض مع يعني اللي لازم يكسب، لازم المنيا يكسب عشان يبقى يصعد بالظبط، او كيما اسوان يتعادل، او كيما اسوان يتعادل عشان يصعد. الثامن ديروت 40، التاسع اسمنت اسيوط 38، الالومنيوم العاشر 37، شبان هنا ال 11 30 نقطه، الطاميه مركز 12 25 نقطه، والاربع فرق اللي في الاخر الفيوم وملاوي 23، تليفونات بني السويف 20، والمدينه المنوره 19 نقطه. الجوله القادمه مباريات يا كابتن في المجموعه ديت، خلاص باقي المباريات يعني ايه تحصيل حاصل. طيب ثلاث مباريات مهمه جدا، خليني اقول لك كده وانت تقول لي النتائج اللي متوقعها. يعني ده المنيا هيلاعب كيما اسوان في المنيا، ما انا بنقول لك ثلاث مباريات مهمه جدا. طيب قول لي بقى المنيا وكيما اسوان في المنيا، يعني في المنيا اتوقع المنيا يكسب، المنيا يكسب يبقى سادس. المنيا ماشي، عندك شبان هنا والجونه في هنا ماتش الصعود ده للجونه، الجونه يكسب، الجونه يكسب مفيش كلام يا كابتن. طيب لافينا هيلعب خارج ملعبه برضو ماتش مش سهل مع اسمنت اسيوط، بس هيكسب لافينا، هيكسب عنده حلول كتير لافينا هيكسب. طيب نروح للمجموعه الثانيه، مجموعه القاهره والقناه، سريعا كده ناخد النتائج وبعدين نشوف الاهداف. ايسترن كومباني وكهربا اسماعيليه 2-2، العبور والمصريه اتصالات 0-0، مستقبل الوطن ومنتخب السويد 0-0، زد طبعا كسب وادي دجله 3-1 وصعد الى الدوري الممتاز، السكه الحديد فاز على بورتو السويس 3-2، الانتاج الحربي فاز على النصر 4-0، القناه كسب الاعلاميين 1-0، بتروجيت والترسانه 1-1. شوف كده مع بعض بسرعه الاهداف، مباراه العبور والمصريه اتصالات دي 0-0. دكتور عطيه السيد بصراحه عمل نتائج كويسه، العبور بصراحه هايلين، العبور يعني فرقه وحجم الاتصالات بقى وتقولها وجمعه مشهور مدرب كبير انه تعادل، الدكتور عطيه السيد بصراحه حاجه جميله يعني، ولسه بيلعب العبور بينافس على المركز السادس. امال ايه لسه هنقول لك دلوقتي، دي مباراه زد طبعا ووادي دجله الاتصالات فيها برضو عبد الرحمن فؤاد ده من اللعيبه الجامده جدا يا كابتن، 8 اهداف و10 اهداف صنع 10 اهداف حاجه جميله. دي اهداف زد احمد ريفو، احمد رفعت ريفو اللعيبه الجامده ريفو ده كابتن، شبه محمد صلاح خلي بالك فاكره. ايوه كان طلع كده فجاه كده، ما ريفو كان بيلعب في الجزيره المطروحي. ايوه وده الهدف الثاني، محمد سمير اللي عامل موسم رائع، محمد سمير من اللعيبه الثقيله. انت عارف ان في اتنين في زد يا كابتن صعدوا زد قبل كده
احمد الصعيدي صح المهاجم ومصطفى سلطان بالظبط الاثنين دولت لا مرتين صعود مع زد ده الهدف الثالث بقى مصطفى سلطان وطبعا يعني زي ما انتم شايفين فوز كبير لزد في استاد القاهره على وادي دجله 3-0 وبنهني طبعا نادي زد بقى برئاسه كابتن سيف زاهر وكابتن احمد عبد الله وهني كابتن احمد حسن وكابتن عماد متعب وكابتن محمد زيدان اول مره طبعاً اشوف الفرحه كابتن مجدي عبد العاطي وكابتن وليد صلاح الدين طبعا مدير الكوره احمد حسن و الف مبروك سيف زاهر ما شفتش كابتن سيف زاهر بيرقص وبيغني طبعا فرحه كبيره بصراحه انجاز كبير طبعا وبعدين هم اللي صنعوه طبعا عرقهم وتعبهم يستاهلوا طبعا دي مباراه بورتو السويس والسكه السكه طبعا بالاخضر وفوز السكه 3-2 على بورتو السويس الماتش ده كان بتاع بورتو السويس هم وافقوا على نقله للسكه لان هو تحصيل حصل ولعبوه في السكه يعني السكه طبعا بالاخضر طارق وطني الهدف الاول وبعدين محمود قشلط واحمد ايمن الهدف الثالث للسكه واهداف بورتو احمد حسني وكاظم باليمو مدرب بورتو طبعا عمرو الدالي ومعاه العميد هشام سمير وامير عزم طبعا في السكه ومعاه وليد انور ومحمد جوده ايوه ده هدف احمد ايمن الظهير الايمن لنادي السكه وفوز السكه 3-2 محمود قشلط ده كان عارف ابن مين؟ ابن احمد الكاس هو كان في ابو قير والله هو اللي طلعه من الناشئين وكان بيلعب في البلديه شويه برضه في البلديه انا فاكر لعيب مميز جدا دي مباراه القناه والاعلاميين ورغم هبوط الاعلاميين لكن القناه كسب بالعافيه 1-0 يا محمد حليم بصراحه يعني انا متعاطف معاه جدا لان هو تعب وعمل فرقه كويسه وعمل فرقه على مستوى عالي ايوه شيرون لكن فيلم يعني هو اللي جاب الجول وملعب القناه بقى حلو قوي على فكره ده الملعب اللي في النادي غير الاستاد ايوه ملعب بارضيته حلوه قوي شيرون فيليب ده اللي هو راح سموحه وبعدين رجع هو اساسا من السويس دي مباراه الترسانه وبتروجيت ترسانه بالابيض وبتروجيت بالازرق فاحمر وهدف الترسانه الاول عن طريق اوستن اوتو كان الترسانه محتاج يكسب المباراه دي عشان المركز السادس حسين بصراحه حسين شكري ومعاه محمد عبد العال مدرب حراس المرمى عاملين دويتو رائع في الترسانه ومعاهم يسري وحيد من افضل اللعيبه الموسم ده وهدف بتروجيت كوابينا وانتهت المباراه 1-1 ما بين الترسانه وبتروجيت كوابينا ده من اغلى اللعيبه يا كابتن ايوه زد في الثلاث مجموعات زد في المركز الاول 62 خلاص صعد وخلاص يعني السكه برضه هيلعب دوري محترفين دجله دوري محترفين القناه دوري محترفين بتروجيت دوري محترفين لغايه ما نشوف بقى المصري بص يا كابتن مصري الصلاه والعبور والترسانه السكه دجله قناه معاهم زده خلاص اربعه عايزين عايزين فرقه بقى من مين؟ فرقتين بتروجيت فرقه واحده فرقتين لا فرقه الاول في دوري المحترفين فرقتين لا انا سيبك السادس ايوه خمس خلاص زد صعد ايوه فاضل ثلاثه مين؟ السكه دجله القناه خلاص ماشي يبقى انت عايز واحد يدخل رابع يدخل خامس خامس اللي هو بقى مين؟ بتروجيت 49 الاتصالات 46 العبور 46 تمام دول على واحد الرابع المحترفين الخامس يعني وبعدين تدخل على السادس بقى ايوه السادس بقى قصه ثانيه ما هو ممكن يكون ما بين المصري اتصالات والعبور وارد جدا برضه وارد جدا بس دي ليها احتمالات كتير تمام طيب خلينا نكمل كده مع بعض نشوف برضو بعد المركز الثامن الترسانه منتخب السويس التاسع 41 بورتو السويس 10 37 تاج الحرب 11 35 استر كومبري 12 28 مستقبل وطن 13 28 كهرباء اسماعيليه 14 27 والمركزين اللي في الاخر النصر 23 نقطه والاعلاميين 10 نقاط 10 نقاط الجوله القادمه بقى قول لي بقى بص يا كابتن في اربع مباريات مهمه جدا تمام الترسانه والقناه الترسانه والقناه لازم الترسانة يكسب عشان يبقى عنده فرصة في المركز السادس يعني أنا أتوقع يعني أتوقع التعادل السكة وزد تحصيل حاصل السكة وزد ما التحصيل حاصل منتخب السويس والعبور أتوقع فوز العبور العبور محتاج الماتش تولى ميمي فريد ابن السويس بدل أحمد ساري لكن أتوقع خلي بالك مصرية اتصالات عنده ماتش يعتبر برضه نفس القصة ما أنا بقول لك أربع مباريات في المجموعة طب قول لي مين يكسب منتخب السويس والعبور يكسب يعني منتخب السويس لا العبور 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 مصرية اتصالات وإيستر كومباني إيستر لا مصرية اتصالات يكسب ماشي مين بتروجيت وكهرباء الاسماعيليه بتروجيت هيكسب كهرباء الاسماعيليه يبقى كده بتروجيت هيدخلوا بقى الصلاه هيدخلوا في تشوف عدد نقاط وهيرجعوا للمواجهات المباشره انت لو انت العبور هيبقى القصه ما بين العبور والاتصالات بتروجيت لو كسب خلاص صعد خلاص خامس ما هو بتروجيت عايز تعادل ايوه يطلع خامس بالظبط طيب نطلع فاصل سريع ونرجع ناخد اخر مجموعه اسكندريه وبحر المعقده جدا اللي هي هنشوف لغايه اخر اسبوع مين اللي هيصعد ما بين بلديه المحله وطنطا ودي كيرنس
نروح للمجموعة الثالثة، مجموعة اسكندرية وبحري. خلينا نشوف النتائج، وخلاص اتحصلت المنافسة ما بين ثلاث فرق للصعود وفرقتين على المركز السادس، هنقول لكم دلوقتي. بص يا كابتن، صعد البلدية طنطا دي كنس أبو قير شبين. أيوة. خلاص تمام النتائج. جمهورية شبين كسب النبارو 2-0، البلدية كسب الهلال الضبعة 2-0، دي كيرنس فاز على المنصورة 1-0، والمباراة دي خلت دي كيرنس لسه في المنافسة. ايوه الحمام وطنطا، طبعا طنطا كان خسران 1 وكسب 2-1، وطنطا بينافس برضه لغاية آخر نفس. ايوه أبو قير الأسمدة وكفر الشيخ 1-1، بايونيرز سبورتنج 0-0، بروكسي والأولمبي 1-1، المجد السكندري كسب المصري بالسلوم 1-0. خلينا نشوف كده الأهداف مع بعض. نبدأ ماتش جمهورية شبين ونبارو، وفوز جمهورية شبين 2-0، وموسم رائع لجمهورية شبين. عصام شعبان بصراحة. مصطفى يعني سمارة اللي جاب الجونين. يعني مدرب يعني موهوب اكتشاف جديد، وانا بحيي مجلس إدارة أحمد الخنش الخشن رئيس نادي شبين بصراحة. بس نفسي يصوروا الماتشات حلوة. تمسك ما هو برضه إمكانيات برضه كويس. لازم وصلنا يعني كده. بس بصراحة جمهورية شبين نادي عريق. بس بصراحة كلهم ونادي كبير ولعب دوري ممتاز. أقول لك أحد أسباب بيصوروا برضه كل ما كابتن عصام نفسه حريص إنه يبعت لنا أهداف. طيب تمام. دي بلدية طبعًا، وفوز البلدية المباراة القادمة خلاص يصعد للدوري الممتاز. الهدفين البلدية كان عن طريق إسلام سمير وعبده سمانة. فوز طبعا مهم جدا للبلدية، والبلدية عنده ماتش صعب مش سهل مع تكيرنس في تكيرنس، ولكن في حالة فوز البلدية، البلدية يصعد إلى الدوري الممتاز. ده كابتن جمعة مشهور بنفسه بعت لنا أهداف. لا كل الناس ما عدا بس المشاكل. التصوير بس يبقى نادي بتروجيت والإنتاج مش عارف ليه. التصوير يبقى حلو. التصوير يبقى حلو. السنة الجاية بقى ربنا يسهل. جمهورية شبين نادي عريق ونادي كبير يعني كلنا بنحبه طبعا جمهورية شبين. ده الهدف الثاني يعني للبلدية، وفوز البلدية على هلال الضبعة 2-0. من افضل المراكز الاعلاميه دي ديكيرنس والمنصوره. ايوه ديكيرنس. فوز ديكيرنس 1-0 بالهدف ده عن طريق احمد عاشور. بس شوف برضه ملعب المنصوره يعني بزعل والله كل ما اشوفه بزعل. تاريخ كل ما اشوفه بزعل. وتلعب عليه مباراه دوليه طبعا. لا 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 يعني. دي مباراه طنطا والحمام، وفوز طنطا 2-1. فاكر لما قلت لك هيبقى ماتش كمين؟ ايوه. تقدم طبعا الحمام. طنطا لابس اصفر. ها بشكر طبعا عادل ياسر رئيس النادي ونور اسلان، لعبوا بشرف طبعا، لعبوا بحياديه رغم الكلام اللي ملوش لازمه اللي كان بيتردد. طبعا الناس دي فوق مستوى اي كلام يعني. اهداف طنطا نانا انطوي وشاب فتحي. انت عارف احيانا الحاج عمده عادل ياسر ده بيصرف حاجات من بيوته الخاصه وبيبيع حاجات عشان يصرف على النادي، يعني ناس محترمه. وطنطا عنده فرصه طبعا انه يكسب المنصوره والبلديه يتعادل. ايوه او يتغلب او يتغلب. دي مباراة أبو قير للأسمدة وكفر الشيخ 1-1. أبو قير للأسمدة تقدم بهدف محمد أبو جودة. الناس كلها يعني أبو جودة. يعني بعض الناس تقول لك لا كان لازم أبو قير يكسب. مين ده؟ كفر الشيخ كان راح مستموت في الماتش، وكفر الشيخ بيلعب على المركز السادس. يعني الناس ما تقللش. اتعادل برضو بهدف عوض تهامي. يعني أيمن المزين نجح بصراحة. يعمل موسم جميل مع أبو قير. خمس ست فرق صرفوا زي بعض. أيوه الاولمبي، ابو قير، بروكس، البلديه، دي كيرنس، كل دي مصروفاتهم متقاربه. دي مباراه ايه دي؟ بايونيرز وسبورتنج. بايونيرز وسبورتنج. مباراه دي 0-0. بشكر طبعا مختار ابراهيم المركز الاعلامي من افضل المراكز الاعلاميه. دي مباراه بروكس. لا دي بروكس بقى المركز الاعلامي لبروكس بقى. نادي حسن تقدم. كان برضو البروكسي محتاج الماتش ده عشان المركز السادس. ايوه بس الاولمبي تعادل بهدف اليو باداره. وحامد عبد الجليل اللي هو رئيس النادي وابنه عمل اجتماع مع اللعيبه النهارده، حمسوهم طبعا او بيحفزوهم. على محمد سمير طبعا المدير الفني النادي. محمد سمير ده مدرب. احمد سمير. احمد سمير قصدي. شكرا محمد عبد الجليل ان هو عبد كابتن محمد حامد مدرب بروكسي صمم ان هو يجيب احمد سمير. احمد سمير عشان عنده عين كويسه. محمد حامد بصوا يا جماعه كده، البلديه 55 نقطه وعنده ماتش مع ديكيرنس في ديكيرنس. لو البلديه كسب صعب. صعب. لو البلدية تعادل وطنطا اللي عنده 54 كسب المنصورة، طنطا صعد. طنطا صعد. لو ديكيرنس كسب البلدية هيتساوي الثلاثة، وطنطا اتعادل. اتعادل لا كسب. كسب. لو طنطا كسب. لا طنطا كسب طنطا يصعد. اتعادل. لو اتعادلوا يبقى 3-55. 55 يعملوا ايه بقى؟ المواجهات المباشرة لصالح ديكيرنس. 9 نقاط. والله طنطا 7. البلدية 4. يعني في حالة فوز ديكيرنس على البلدية وتعادل طنطا مع المنصورة. أيوة. ديكيرنس يصعد بالمواجهات المباشرة. يا ده كل واحد عنده يعني هدف. القصة دي اتحسمت بالنسبة للخمس أماكن يا كابتن. جمهورية شبين في المركز الرابع 51، أبو قير الأسمدة 51 الخامس. المنافسة بقى على المركز السادس ما بين بروكسي وكفر الشيخ. أيوة. باقي بقى خلاص المحترفين. خلاص الموضوع. طيب خلينا نشوف
الماتشات القادمه بقى وانت تقول لي توقعاتك بسرعه كده عشان الوقت خلص. عندك اربع مباريات في المجموعه دي يا كابتن. طنطا والمنصوره. طنطا والمنصوره، طنطا يكسب. طنطا يكسب. ديكالس والبلديه. والله لا ما تقدر يعني موضوع بص الفرقتين مستوى فني متقارب. طب ما انت لازم تقول لي توقع. بص بقى مين اللي يكسب في الماتش ده بقى؟ اللي عنده ثبات انفعالي، عنده لعيبه عندها خبرات وعندها ثبات في الملعب هتقدر تحسم يعني. اتوقع يعني انا طبعا يعني متعاطف جدا مع ديكنس لكن انا بقول لك البلديه هيكسب. يعني البلديه لو كسب خلاص صعد دوري الكاس. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل ونبقى محايدين مع الثلاث فرق. كفر الشيخ هيكسب الحمام. تمام. نبروه لا بروكسي هيكسب نبروه في نبروه لان بروكسي قد نبروه كذا اكثر من مره يعني عنده فرق كتير يكسب بروكسي. بس ماتش مش سهل. ايوه مش سهل بس بروكسي ونبروه. لا عنده فنيات عاليه يعني عنده فارق كتير بروكسي. تمام. بالفرق اللي خساره كان لازم تنافس على الصعود. نروح سريعا بس منتخب الاسبوع بسرعه ثانيه واحده. ماشي يلا. محمود ابو رتيبه، اسمنت اسيوط، شهاب فتح طنطا، محمد سمير زد، صلاح لالا بترول اسيوط، احمد ايمن السكه الحديد، بدر موسى الانتاج، احمد عبد السلام الفيوم، كريم حسن المنيا، مصطفى سماره شبين، محمد ريو كهرباء الاسماعيليه، فوزي شعبان الالومنيوم، شكرا محمد الشناوي، جمال عقل لم يعطف. كل التوفيق لكل الفرق في الجولة الأخيرة. الجونة ولافينا الأفضل إن شاء الله ربنا يوفقه ويصعد للدوري الممتاز. أنا عارف بيبقى موسم شاق وبتبقى يعني فرحة كبيرة اللي بيصعد وحزن اللي ما بيصعدش، لكن كل الفرق اجتهدت وإن شاء الله نشوف فير بلاي والناس كلها تلعب بشرف وأمانة. مفيش فرقة صرفت أقل من 10 مليون طبعا، حتى اللي بينافس على الهبوط. وإحنا قلنا المنيا بينافس مين على السادس؟ المنيا كيما وهيلعبوا مع بعض. هيلعبوا بعض اللي هيكسب منهم اللي هيكسب خلاص شكرا. بالظبط. لو حصل تعادل كيما أسوان كيما أسوان هو ليه المواجهات لصالحه. عشان دوري المحترفين والمركز السادس. النقاط لصالحه. طبعا زد مبروك في المجموعة الثانية الصعود، والمركز السادس ما بين العبور وبتروجيت والمصرية اتصالات والترسانة. طب هسألك سؤال بقى وسؤال لازم أسألوك أنت تحديدا. مين يصعد في بحري؟ أنا؟ أقول؟ مش عارف. لا لازم تقول. والله ما عارف. طب بس قول ليه؟ مش عايز أزعل حد. أنا بص جمهور كتير طلب مني. مش عايز أزعل حد. عشان طب مين يصعد في الصعيد؟ والله ما عايز ازعلهم، الاثنين حبايبنا. خلي بالك طلبت مني ليك. مش حق. طب خلاص انت اللي تقول. انا ما اقدرش يعني دبستنا. انا الناس يعني. كلها يعني فوق دماغي والافضل يكسب ان شاء الله. يا رب يا رب. المجموعه طبعا ما بين بقى الصعود في المجموعه الثالثه زي ما شفنا الموقف بلديه المحله وطنطا وتكيرنس، التوفيق للجميع. والمركز السادس ما بين بروكسي وكفر الشيخ. بشكرك استاذ احمد والله مجهود كبير جدا يعني. بشكرك على امتعنا بالوجبه الدسمه انت دي. انت اخويا كابتن حبيبي يا استاذ احمد. بشكرك وبشكر عشاق دوري الله يخليك. بشكرك وبشكر كل طاقم العمل وبالتوفيق لكل الفرق. ماتشات ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس والجمعه، يوم الاثنين الاثنين اللي جاي باذن الله بقى نهني الختام بقى نهني الفرق اللي صعدت ان شاء الله سواء للدوري الممتاز او لدوري المحترفين في الموسم القادم. بشكركم ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.